السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بختار لكم سؤالين من اللي جم على الموقع عندي، لأن فيهم سؤال يمكن يعني نقدر نقول ما تسألش، مش مكرر يعني. للأسف الشديد 99% من الأسئلة بتدور حوالين الـ HIV الـ AIDS، و 90% منهم أو 95% منهم أسئلة مكررة كتير جدا وتجاوب عليها كتير جدا، لكن اللي بيسأل على الموقع سيان سؤال جديد أو مكرر بأجاوبه إن شاء الله. وعندنا تشات برضو، اللي يحب يسأل على التشات بيترد عليه، والواتس أب برضو بيترد عليه. أول سؤال واحد بيسأل بيقول إيه بقى، زي ما شايفين هنا أهو، هو ده السؤال بتاعه. بيقول هل يمكن يا دكتور ان الحمل الفيروسي، هو بيتكلم على اختبار ال HIV على فيروس ال HIV، الاختبار الايه ال PCR، فبيسأل بيقول هل ممكن بعد شهر يظهر يطلع سلبي وقبل كده كان إيجابي؟ يعني إيه؟ يعني الحمل الفيروسي قبل كده كان إيجابي، كان يكتشف مثلا 500 600 يونت أي حاجة اكتشف، وبعد شهر بيقل من تلقاء نفسه ولا يكتشف بدون علاج وبدون أي حاجة. الرد بتاعي عليه إن الحمل الفيروسي صحيح بينخفض وبيتوقف على عوامل كتيرة، لكن إذا في يوم من الأيام تم اكتشافه مش ممكن ينزل إلى درجة إنه لا يكتشف إلا في حالة واحدة، إن الواحد يكون بياخد علاج. ماشي؟ طبعا هو ما عندوش، هو المشكلة بتاعته إن هو موسوس وعمل الفيروس اللي هو البي سي آر، عمله يمكن بعد شهر ونص أو شهرين، فخايف إن هو يكون عنده بس انخفض ومش ظاهر بعد شهر أو شهرين. لا، هو لو عندك هيظهر بعد شهر شهرين ثلاثة، أي وقت هتعمله هيظهر الحمل الفيروسي، ولكن أي وقت هيظهر الحمل الفيروسي ومش هيختفي، ممكن يقل ويزيد لكن دايما هيبقى في المستوى اللي ممكن يكتشف فيه. دي أول واحد. طبعا هذا السؤال يعتبر يعني شكله كده مش مكرر او عندي، لكن السؤال اللي بعد كده، طبعا واحد ايه اخونا قلقان على زوجته، وهو زوجته كانت حامل، راحت عملت التحليل والكلام ده، يمكن حسب الكلام بتاعه بعد 8 اشهر من الجواز. ارجو الاجابة، زوجتي حامل والطبيبة طلبت منها تحليل الامراض المعدية، ده تحليل طبعا روتيني لأي واحدة حامل، وقامت بالتحليل بعد شهرين وأسبوع من زواجنا، بعد شهرين وأسبوع وطلع سلبي. تمام، زوجته سلبي وأنا قمت بتحليل وطلع سلبي، تحليل برضو طلع سلبي. أرجو التوضيح، ما نوع هذا التحليل وما مدى قطعيته؟ كل ده مكرر. نوع هذا التحليل، يعني انا مش عارف واحد يسأل الدكتور في اخر الدنيا يقول له نوع هذا التحليل. انت معاك التحليل ومعاك ورقة ومعمولة في مختبر، دافع في فلوس، ويعني وضعك تمام التمام، ما بتسألش المختبر ليه؟ مش عارف يعني. المهم مدى قطعيته، لان هو مش عارف نوع التحليل فمش عارف مدى قطعيته. ماشي، ولو ان طبعا نوع التحليل بيبقى مكتوب في التقرير بس بلغة غير لغتك، بس يعني اسهل طريقة، ان انا مش قادر اتصور طبعا انك انت ده، الناس بيجي المريض يطلع عين الواحد من الاسئلة مثلا بيروح المختبر وفوق عندي في المركز عندي، يطلع المختبر يعمل التحاليل وينزل لي مخصوص عشان يستفسر عن التحليل، ويبقى قاعد وحاطط رجل على رجل ومش عايز يقوم عايز يعني اللي بيبعت لي يقول لي ايه نوع التحليل، عايز يفهمني انه ما سألش المختبر، ولا هو معتقد ان المختبر ده اللي شغال فيه جاهل. اي مختبر يا غالي انت وهو بيبقى فيه دكتور مسؤول، حتى الفني المختبر
برضه بيبقى راجل مسؤول. وانت راجل اللي عامل التحليل ودافع فلوس يعني، اسأل هناك. المهم الراجل بيسأل نوع التحليل ايه ومدى قطعيته. مدى قطعيته لو عرف نوعه هيعرف مدى قطعيته احتمال يعني، نسبة الخطأ فيه. السؤال المهم بقى، وهل يعني هذا اني سليم وزوجتي سليمة؟ انت كده دخلت في الايه، في لب الموضوع، انت سليم وزوجتك سليمة ولا لا؟ بس الرد ان انت سليم وزوجتك سليمة ولا خوف عليها من الحمل، ماشي، ولم ادخل في علاقة محرمة بعد زوج. يا سيدي ربنا يديمها عليك نعمة. فاذا الرد هو ان انت وزوجتك سلام. اما الحاجات التانية بقى ديت، التحليل نوعه طبعا الانجليزي مكتوب في وسط العربي متلخبط شوية، لكن التحليل نوعه اتش اي في ومش كاتب انتيجين، فيبقى ده الاليزا اللي هو يكون مؤكد بعد 3 شهور من العدوى. طيب انت يا راجل يا طيب عملت تحليل وطلع سلبي، ما قلتش انت بعد قد ايه، بس انا فاكر ان انت قلت لي في رسالة تانية بعد 8 شهور، يبقى انت سلبي كده. طب لما انت سلبي زوجتك برضه هتبقى سلبي اكيد يعني، فانت سلبي وهي سلبي، يبقى اذا الامور طيبة وباذن الله اموركم تكون طيبة وما فيش عندكم اي مشكلة. انونيموس دوت، ده واحد اسمه انونيموس، مش اسمه، هو ما كتبش اسمه عشان كده ما بنردش بصراحة يعني. اذا كنتش عايز تقول اسمك الحقيقي ما فيش مشكلة، اختار اسمي يا اخي عشان نميزك بيه، مش هتختار احنا مش هنرد. ولو اني باين عليا رديت يعني. اخونا ده سأل سؤال تاني برضو مهم، من هي الفئة من الناس التي لا تكون 3 اشهر دي فترة قطعية؟ يعني هو متصور ان 3 اشهر دي فترة قطعية لتحليل الاجسام المضادة مثلا عند الرجالة، لكن عند الستات لا، عند الاطفال لا، او مثلا عند المثليين لا، بتختلف، او مثلا عند واحد عنده زكام وانفلونزا لا، وهكذا. لا، هي في جميع الفئات، وده برضو سؤال مش مكرر قوي ولكن المضمون بتاعه مكرر، وهو عند جميع الفئات التحليل قطع بعد 3 اشهر ولا يتأثر باي عامل. ليه بقى؟ لان في بعض الناس سألتني عن انهم خدوا كورونا هل يؤثر على نتيجة التحليل؟ لا. خد الفاكسين هل يؤثر على نتيجة التحليل؟ لا. النتيجة الإجابة لا. ماشي يا أخوانا، دي كده كانت إيه، مراجعة سريعة لكام سؤال جم على الموقع خلال اليوم اللي فات، وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا، واللي يحب يسأل سؤال ونجاوبه عليه مباشرة يسأل على الموقع. يمكن لما بتسأل على التشات، أنا ما بحضرش على التشات، في مساعد بيحول الأسئلة عليا عشان أرد عليها، وعلى الواتس أب برضو في مساعد بيرد ويديك رقمي الخاص. شكرا جزيلا، ونشوفكم وأنتم جميعا بكل خير، وألف سلامة ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.